مجمع رياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. دخول رسمي للطرفين معا، الانتظارات كبيرة، الطموحات كبيرة. الجولة رقم 19 اليوم سنتابع. أعطيت في هذه اللحظة تنطلق تفاصيل هذه المواجهة وهذا اللقاء. جيش الملك الانطلاقة مشي بحاول مع كليمور مع عطلو، رجعت مرة أخرى لتكون لدفاع الحسن الجديدي. الانطلاقة اش من انطلاقة واش من طموح اش من رغبة ستكون عند مجموعة من اللاعبين اليوم باش أنهم يقدموا الصورة المرضية الجميلة التي يتمنى. مشاهد رضا السليم تصويبة مباشرة ولكن إلى خارج أرضية الميدان. نعم إلى خارج أرضية الميدان، معروف تصويب المباشر لاعب عنده إمكانيات رهيبة. غيبته الإصابة لمدة طويلة على فريق الجيش الملكي قبل أن يعود. شيبي حاول ممتازة ضائعة هجمة مرتدة مضادة لدفاع الحسن الجديدي. مسعود جمعة شوكا، مسعود جمعة ماذا يفعل؟ حارس المكان مناسب. رائع جدا هذا اللاعب، إمكانية رهيبة على مستوى الخط الأمامي. لاعب اللي بإمكانه في أي لحظة أنه يلقى الحلول ويلقى الطريق المؤدي نحو المرمى. لذلك كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، إمكانية التصويب، إمكانية التصويب، تعود من جديد. محاولة ممتازة لدفاع الحسن الجديدي. هذا حدراف ممتاز 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 بشكل ممتاز. وبايو في المكان المناسب ينقض الكرة الماضية. فريق الدفاع الحسن الجديد يتنافى داخل منطقة الجزاء. رأسية إلعادة الخطورة تعود لهذا من نفاتي مرة أخرى. كرة مقصية رائعة، ضربة مرمى، ضربة مرمى. ماذا يفعل الدفاع الحسن الجديد؟ إنه يجرب الحلول الهجومية. هذا لعب بن جيمي بانغا سلمون شارلز اللي حاولنا كرة الجيش الملكي. أنا من نفاتي، أنا من نفاتي، يدخل داخل منطقة الجزاء. فرصة 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 وتضيع. هدف محقق يا ضيع. نعم كان بالإمكان أفضل مما كان في لحظة، كان عنوانها التميز. دفاع حريمات ممتازة أمامية كانت في اتجاه رضا سليم. حريمات مرة أخرى ممتاز ممتاز ممتاز. كان خطأ، كان خطأ واضح الخطأ على الآي. وأن المدرب سفين اللي تابع المحاولة الماضية وتابع الكرة الماضية. عناصر فريق الجيش الملكي يلقى الحل في الخط الامامي. هذا من فاتي، تمريره ممتازه داخل منطقه الجزاء. كره ممتازه راسيه قال جول. اشتعلت المدرجات، اشتعلت المدرجات. 1-0. شوف 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 حلاوه الصوره. الجماهير الحاضرة اليوم السعيدة تزت مدرجات المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط بهدف أول. ممتاز 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 إسماعيل، رائعة جدا. جديد سنتابع كيف سيتم التعامل مع كرة ممتازة ممتازة رأسية ممتاز. إسلام لم يظهر، تعود في اتجاه هذا من فاتي، تصويبة ممتازة. النفاتي 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 بعت عن كرة مباشرة لاختبار قدرة الحال. كرة أمامية ممتازة في اتجاه مسعود جمعة، جمعة جمعة ممتاز، جمعة ممتاز. ماذا يفعل؟ حضر الكرة ديالو داخل منطقة الجزاء. مور تصويبة صوب الحارس، صوب الحارس. شنا الطريقة؟ مسوى حصل الكرة بعده الإنزال ثم اختيار مسوى خط أمامي. جانب فريق الجيش الملكي تمريرة تصويبة. لقطة لقطة ممكن نعتبرها يعني هامة جدا. فجأة الحارس شفتو اللي كان كيعتقد كما كيعتقد الجميع على أنها الآن من عبد الفتاح، عبد الفتاح حدراف. ماذا يفعل؟ حاول يمر، حصل على المخالفة. الآن الحكم يقول يلعب. رضا سليم مرور ممتاز، مرور ممتاز. الحكم كيعلن على مخالفة. الوقت اللي تابعنا هنا الإنزال ديال اللعبة. هذه الجماهير في المدرجات، هذا دورة هزيشة طموحة حضورها يرعب. فما بالك بصوتها وهو يصدح في الأرجاء ويسمع في كل المناطق. هذه المنطقة تسمى الكورفاتشي المحبوبة لجماهير تروكولور الجيش الملكي. نعم الجيش الملكي الذي قدم نجوم كثر. الأمامي من جانب عناصر فريق دفاع حسن الجديد، تمريرة جانبية ممتازة ممتازة داخل منطقة الجزاء. بوبا الحسن، بوبا الحسن، تصويبة بعيدة، تصويبة بعيدة لم تقدم المطلوب. نذكر بين مخريس الطيب، مخريس هو اللي يشغل الجهة اليمنى واللاعب اللي قام بتمريرها.
الماضيه اللي جات من جانب عناصر فريق الجيش الملكي. كره ملعوبه ممتازه من جمعه، ممتازه في اتجاه حذراف، ما خرجتش الكره سام في اعلتها، رجعت لعبد الفتاح حذراف، حذراف الاخر من زكريا لعبد الفتاح مريف على اللي يقوم بتمرير البوبا لحسن بعتلو، تصبح انطلاقه هجوميه من جهه اليمنى، محاوله ممتازه ادم سليم ممتاز، ضربه جزاء في هذه اللحظات. ريدا سليم لاعب كي، هيدا سليم لعب كي، لعب مهارات فردية رائعة جدا. لاحظوا هنا طريقة كيفاش انه رغم ان الربشة محسن حاول ديالو لتسجيل هدف خامس ويسجل. هيدا سليم يضع الكرة في المرمى بطريقة جميلة، بطريقة غاية في الروعة. الحارس في جهة والكرة في جهة، الجيش الملكي يسجل ثاني اهدافه مع احتفالية في المدرجات، مع احتفالية كبيرة في المدرجات. يسجل الهدف مقابل لا شيء، مقابلة شيقة قوية رائعة مثيرة هنا بمدينة الرباط. استمتاع أيما استمتاع بهذا العرض الجميل الرائع الطيب من جانب الطرفين الناديين معا في الإضافة المرجوة. هنا كرة في العام داخل منطقة الجزاء، راسية الإمكانية من جانب عبد الفتاح حذراف على مستوى الخط الأمامي، التحضير وفي آخر المرة تغذية دفاعية تأتي هنا. محاولة من جانب جمعة، مسعود جمعة من جانب اليسرى على الصورة، كيمي الذي يعتبر قوة مهمة جدا على مستوى الخط الأمامي. حضر كرة تمريرة ممتازة داخل منطقة الجزاء، فرصة تصويبة تصويبة، ولو انه كان فيها اناني بعض الشيء، لكن اختار التصويب المباشر لاعب نور فؤاد اسماعيل خافي. تمريره ممتازه في اتجاه ادم نفاتي تصويبه الى خارج رقعه الميدان، بايو في حارس المرمى، طراخت مع مانزي جوج قلبي دفاع. راسيه زكريا حذراف، ممكن تصويبه، هدف جميل لفريق الدفاع الحسني الجريدي. قلت انه عنده الامكانيه ديال انه يدلل الفريق وهذا كما فعل. نعم زكريا حذراف كيوضع الكره في المرمى معلنا عن هدف تدليل الفريق، هدفان مقابل هدف واحد في مباراه اليوم، في لقاء اليوم. الهدف اللي جاء هذه التمريره الثالثه الان، مريفا تمريره الجهه اليسرى، سبعوني محاوله ممتازه، الجيش الملكي يسجل، الجيش الملكي عن طريق اسماعيل خافي. نعم يضع الكره في المرمى معلنا عن الهدف، الهدف الثالث له في هذه المباراه. هدف طريقه جميله وكيفيه جميله اللي جا من خلال